حالة السلامي كان عندك واحد رد فعل غريب، انا تفاجأت ليه شخصيا، لانك انتقدتي السلامي، انتقدتي الخرجات الاعلامية ديالو بشدة. شنو بينك وبين السلامي؟ اللي بيني وبين السلامي واللي بيني وبين سعيد الناصري. خليني من الدبلوماسية. لا شوف، هو اللي بيني وبين محمد بودريقة، هو اللي بيني وبين بن فوزي القرف، فاهمين نهضروا شي حاجه؟ الامور الشخصيه. اسمع السي سمير، في القضيه ديال السلامي للتاريخ، السلامي وديك الشيء راه باقي متك، كنت من اشد المدافعين، مدافع شرس على السلامي حينما كان في المنتخب المحلي، لان صراحه كان عندي واحد الثقه فيه، واحد الثقه فيه لا تتصور. ونهار اللي نهار اللي طلبوا مني الناس ديال التونات خصهم يكرموا شي ناس، راه من الاسماء اللي كانوا اقترحوا لي، اقترحوا لي اسم عزيز عليا بزاف. قلت لهم انا اللي خصو يتكرم دابا هو عموته والسلام. وجا عموته والسلامي وتلاقاو معايا في السالة الجديدة، وفطرنا في السالة الجديدة، ومشيت مع السلامي في الطوموبيل حتى التونات، ورجعت معاه في الطوموبيل حتى السالة الجديدة، وحنا كنتذكروا. وعندي عزيز السلامي بواحد الشكل غريب. اش وقع بيني وبين السلام؟ شنو وقع له السلام؟ راه ما عندنا، ما مزوجين بيناتنا، ما خاطبين بيناتنا، ما كنبيعوش بيناتنا. انا بالنسبه لي السلامي كنت مراهن عليه، وهو يسير فريق الرجاء، الاداره التقنيه ديال الرجاء الرياضي، غادي يخرج الرجاء الرياضي من الازمه الماليه، وكان كاين هذا الامكان لو في عصبه الابطال الافريقيه الاولى ولا في الثانيه. بسوء تدبيره ما عجبنيش، انتقدته. بدايه التوتر فين كان؟ النهار اللي جاني الخبر ومن معطيات دقيقه بانه هو مع الرجاء وما كيتفاوضوا مع قطر القطر. وشوف العواشر هذه كانوا كيتفاوضوا مع قطر القطر، هي الحقيقه. فاش خرجت لك الخبر، السلامي السي سمير دار واحد الحمله اعلاميه في الكواليس خطيره جدا، وكان كيوصلني التفاصيل ديالها. ثانيا، وهذا هو الخطير، هو انه اصبح يمارس مهمه وسيط داخل فريق الرجاء الرياضي. دايوغ هاد القضية ديال الوسطاء، شوف سي مغودي، هاد القضية ديال الوسطاء فيها نقاش كبير داخل نادي الرجاء الرياضي، وأنا عندي سؤال لك، خليك تكمل هاد المداخلة ديالك على السلامي، وغادي نجبدوا هاد القضية ديال الوسطاء. مرحبا. شنو اللي خلعني أنا؟ ملي بدا كيمارس هو القضية ديال الوسيط داخل فريق الرجاء الرياضي، كنت عرفته غادي يدير واحد الحرب لا هوادة داخل فريق الرجاء الرياضي بالوسطاء. وهو ما وقع، وبدا كل واحد كيتقاتل على ديالو، كل واحد كيتقاتل على حبابه. هادشي اللي كاين، هادشي اللي وقع بالضبط. هادشي اللي وقع بالضبط. دوك الرجاء دايوغ شوف، هو كيقول لك واحد القضيه السي سمير، كيقول الزمن كشاف. واي راه شفت واحد الحوار ديال واحد اللقطات ديال الحوار ديالو مع العزيز سي محمد بن العودي. قال لهم انا ومتولي مشينا لعند الرئيس كنتفاوضوا معاه باش يجدد جدد الزريده، هذا المذكور. ما عرفتش واش انت زريده، واش انت مدرب ولا وسيط؟ واش انت مدرب ولا وسيط؟ هذه ماشي مهمه ديال المدرب، هذه مهمه ديال الوسيط. صحيح. ثانيا، كيف تفسر السلامي وسيط لاعب اعطيته الماس، بمجرد ديك اللاعب ما حبسوا ذاك الوسيط اللي هو الوسيط ديالك رديته للرجاء. هاد التخربيق، هاد التبرغيز، ما بغيتش نقول شي كلمه اخرى، هي اللي صدمتني في السلامي. ديك رجل القيم، ديك رجل الاخلاق اللي كان عندي قدام عيني، انا السلامي كان عندي فراش قدام عيني رجل قيام، رجل اخلاق، كنت كيبان لي ما كاينش. ولا واحد مجموعه من التوترات داخل النوادي، داخل النادي. نزيدك، اللي زاد عصبني عليه، انت داخل فريق المعسكر
عندك لاعب ما كيحضرش في المعسكر، ما كيجلس، انت كتدخل المعسكر وديك اللاعبين ما كيجلسش معك كاع، وكيجيك في حالات ماشي صحيحه كاع التدريب، وكيفاش كتعتمد عليه وتخلي اللاعبين اللي منضبطين اللي ملتزمين ما كتعتمدش عليهم؟ هنا بدا جمال السلامي كيفقد السيطره ديالو على اللاعبين. انا بالنسبه لي سبب الخلاف او خلاف جوهر الخلاف عندي مع السلامي هو ان الرجل على مستوى القيم، على مستوى الاخلاق تقهقر، وديك التقهقر ديالو في ديك القيم، انا ملي كنقول القيم والاخلاق ماشي كنقول الرجل حاشاكم فاسق ولا حاشا، لا ابدا، لا لا لا، في اطار غير على اطار الكره هادشي ماشي داخل المجموعه حاشا، لا انا ما نوصلش لهذ الوقاحه هذه كامله. داخل المجموعه فقد ديك السيطره ديالو، ملي فقد السيطره ديالو السيد قالوا ما يعطي، وهنا غنطرح علاش ما كانش في العهد ديال كارتيرو؟ علاش ما كانش في العهد ديال فاخر قبل منك؟ ثالثا ورابعا هالخرجه الاعلاميه ديالك اللي كدير دابا، الخرجات الاعلاميه ديالك راه فاخر، فاخر راه على بعد ايام قليله من بطوله العالم للانديه، جراو عليه من الرجاء، راه ما عمرو خرج هضر على الرجاء، راه ما عمرو خرج هضر على الرجاء. دونك انت ما متفقش، انت ما متفقش نهائيا مع الخرجات الاعلاميه ديال السلامي. اكثر من ذلك، من افتى عليه، من افتى عليه بالخروج في هذه اللحظه فهو بليد، من افتى عليه. وكان واحد السؤال سامر، وانت كاين واحد السؤال، واحد السؤال اللي تكرر بزاف في التعليقات، واللي حتى انا سمعته في الكواليس، وهذه بزاف الناس اللي كيهضروا معاك كيقول لك بان حقا مغودي دخل في ذاك الصراع ديال الوكيلين اللي مع الرجاء، واحد اللي كنعرفو. شوف حنا ما غاديش نحيدوا للسلامي ديك القضيه ديال انه كان خدام مع وكيل، مع واحد الوكيل، وهذاك الوكيل تسبب له في مشاكل، ومني جيتي الرجاء وفرضتي عليهم ذاك الوكيل بديتي كتحل الباب ديال المشاكل مع باقي الوكلاء. ما بعض الناس كيقولوا بان المغودي ورك حيت واحد الوكيل صاحبه كيخدم معاه في واحد القناه قطريه، وعرفتيني على مكان دوي سمع. ربيع العفوي، ربيع العفوي، انا كنسمي، ما انا كنسولك حيت خصني ناخذ عندك انت الحقيقه على لسانك. اسمي كيقولوا بان محمد المغودي خدم بطريقه او اخرى بحسن نيه مصلحه وكيل على حساب وكيل. سي سمير، مرحبا. الحائط ديالي راه باقي داكشي متق، كنقول لا لسي الزيات ولا لسي الاندلس، كنقول لهم اكبر معركه عندكم الان هي معركه حمايه الرجاء الرياضي من الوسطاء كيفما كانت مراتبهم ومواقعهم. واضيف كنقول لهم ان دور الوسيط ينحصر في تقديم اللاعب والتوقيع على العقد ويتسلم مستحقاته ويمشي بحاله. عندي مكتوبه اكثر من ثلاث او اربع مرات، وعلى ما كنت كنرد بها انا، كنت كنرد بها على جمال السلامي. ملي كنقول لك عنده التقهقر في الاخلاق وفي القيم ديالو، هو جمال السلامي ما كانش عنده الشجاعه والجرأه يناقش معي بحال هذا الشكل، لان كنا كنتعيطوا بزاف جمال السلامي، راه كنا كنتعيطوا بزاف. غير هنا غادي نحافظ على الاسرار ديال ديال الشيء اللي كيضرب. رابعا وخامسا واخيرا، غترجع السي سمير، وانا ادعوك وادعو الرجاوي للحلقه ما قبل الاخيره، يعني ماشي هاد الاثنين، هذا الاثنين اللي فات، وفي نفس البرنامج يوجد ربيع العفو، وطرح لي السؤال، تطرح لي السؤال على سعد الجراده المدرب، قلت له اول وما يخلي حتى شي وسيط يقر، كنقولها وربيع العفو كاين في السيت في البلاطو، هذا في البلاطو، هذه باش نحيد الشكوك
لبعض المرضى النفسانيين، ومنهم انا كنقول من بعض المرضى، وكنقول ديك المنافقين اللي كيروجوها في الكواليس وما عندهمش الشجاعه يقولوها علانيه. للتاريخ، للامانه، وامام الله سبحانه وتعالى في هذه العواشر، لم يسبق لربيع العفوي ان ناقش معي يوما ما او تجرأ يوما ما او فكر يوما ما يناقش معي الوضع ديال اللاعبين ديالو داخل الفريق الرجاء. غير جبتي ربيع العفوي، انا هذه شهاده لله غادي نعطيها لك، غادي نكونفيرمي الهضره ديالك، ان ربيع كنعرف الاخلاق ديالو، كنعرف التربيه ديالو، يعني ماشي ما فيهش الشحراميات، ما فيهش الخواط، والدليل انه المسار ديالو اللي داره كلاعب او لا كمحلل في القنوات القطريه وقنوات اخرى راه كيشهد باش كاينين ناس اخرين يمكن هنا في كازا كيخسروا الصوره د ربيع العفوي، هما كيخدموا مع ربيع العفوي وكيخسروا الصوره ربيع العفوي وكيدخلوا الناس في المشاكل لاهدافهم الشخصيه. بون كمل السي مغولي. شوف سي 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 سمير، انا ادعوك ترجع للكتابات ديالي، وانا دابا نصيفطهم لك، نطلب منك في الحلقه المواليه تقراهم، نصيفطهم لك سكريني ونصيفطهم لك، وغنصيفط لك حتى الفيديو اللي كان وربيع العفوي كاين في الاستديو. غير بغيت نقول للاخوان، ربيع العفوي لاعب دولي سابق، خلوق، مربي، ولد الناس، طيب، ويحترم الاخر. اكثر من ذلك بغيت نعطي توضيح مهم لهاد الناس اللي عندهم هذا المرض النفسي. من اقترح المغودي على هيكل، على هيكل التونسي الذي يشتغل معه ايضا في نفس البلاطو سي ربيع العفوي؟ الذي اقترح المغودي على هيكل هو تونسي اشتغل معه المغودي في قناه نسمه، وهذا التونسي اللي كان مكلف بالبرنامج في نسمه هو اللي انتقل يشتغل في قناه الكاس القطريه، وهو اللي كان كيشتغل مع هيكل في البرنامج ديالو، واقترحني عليه. خصهم يعرفوا هذه القضيه هذه، سنوات وسنوات وسنوات اقترحني عليه في مقابله على المنتخب المغربي، وفي ذيك البرنامج اللي كنت فيه انا لم يكن حاضرا فيه ربيع العفوي بالمره. باش نختم، انا اعتز وافتخر بربيع العفوي، اللاعب الدولي، الانسان الطيب، الانسان الخلوق. دونك الامور واضحه سي مغودي، وضحتي المشكل ديال السلامي يعني بالتفاصيل ديالو. السلامي دار خطا كبير، كنستشفوا من خلال الكلام ديالك ولا من خلال الكلام ديال مجموعه الناس، انه دخل السماسره في الامور ديالو في الرجاء. شيء طبيعي ان كل وكيل غيبغي يدافع على اللاعب ديالو، كل وكيل غيبغي المصلحه ديالو، هذا واقع كاين في المغرب كله. غير ملي كتدخل شي فرقه وكتدخل داك الصراعات ديال واحد جوج الوكلاء، راه كتكون النتيجه الفشل في الاخر. هذه واضح. سي سامر غير نقول لك واحد المساله بزاف. انا غير ديك جمال السلامي كان واحد الوقت كنت تكلمت عليه انا فاش قال لي غلب يعف، واحد الاوديو ديالو كان تسرب ليه اللي غلب يعف، وانتقدته بقوه. فاش قال لي غلب يعف، فاش كان كيهضر على المقابله ديال الوداد والرجاء، انتقدته بقوه، عيط لي في التليفون هضر معايا، جاوبته قلت له ها علاش انتقدتك وعلاش انتقدتك وعلاش انتقدتك وعلاش انتقدتك. انت السي جمال السلامي، هذاك من اللي كان عندك بين يديك، عيطت لي عليه، علاش ما كنتش عيطت لي في الوقت الاخر تقول لي السي المغودي علاش كتحالف مع ربيع العفوي ضدي؟ علاش ما تقولهاليش؟ لا علاش ما تقولهاليش؟ اكثر من ذلك، انا بغيت نقول السي جمال السلامي واحد المساله قالها خطيره، هذه ما وصلش للجمهور المغربي. قال المرأة المغودي كيتحالف هو القشع ضدي. اشنو قال؟ اسمع مزيان، هذه اسمع مزيان، صمكتك سامر، هذه صمكتك. بغيت نعاودها باش نتاكد. كلم المغودي محالف هو ولا قشع ضدي. هذا جمال سلامي. واسمع مزيان السي سامر، اسمع. السي سلامي، ملي كتعرف انت القشع ما كيحملكش، علاش انت مع الرجاء وانت كتقاتل باش تكون مدرب ديال المنتخب الاولمبي؟ علاش انت مع الرجاء وانت كتصيفط الناس صغيرهم بكبيرهم كتقول خصك المنتخب الاولمبي؟ هادشي غير مؤخرا. مؤخرا مع الرجاء السي السلامي، راه ملي كان مع الرجاء السي السلامي الله يهديه.
ثانيا من انت السلمي كتبغي تقول وكتخاف الله وكتصلي في الدروج وفي الطلعه الدروج وكتصلي في الفيستير وكتصلي كل شيء، ملي كتقول المغربي تحالف ضدك، علاش ما قلتش المغربي شنو هي الخدمه اللي ادها لك؟ باش كان عندك واحد المشكل قبيح وهدرت مع المغربي والمغربي هو اللي حلوا لي. انا ما غاديش نفضح هذا المشكل لانني غنحافظ على الاسرار، لانني مربي ولد الاصل. دونك سي ماغودي، جبتي مجموعه من المعطيات حول قضيه جمال السلامي، يمكن الى بان ليه بانه هذا الشيء ما كاينش ولا شي حاجه يقدر يتصل بينا مرحبا به يدوز وقت ما بغى. حنا غير في اطار التوضيح خدنا سي ماغودي تحدثنا فاس بلا ماكياج بلا والو. سي سامير اخويا، انا كنقول للسي جمال السلامي انا مستعد نواجهك في اي برنامج.